ننسى طبعا اللغه المعلمين، انتوا مدعوين طبعا لزياره شرم الشيخ ان شاء الله. في بلاش يا ريس، ما هو احنا جايبين لكم الاتوبيسات والاقامه والاقامه محدوده جدا. طيب الاقامه تكلفتها بسيطه جدا، يمكن في حدود 100 او 200 جنيه ولا حاجه. نظموا بس معاهم. طيب هو بس علشان انا مشكل لجنه داخل الوزاره بتنسق هذا الكلام مع الجهات الموجوده في شرم الشيخ ومع وزاره السياحه ومع الجهات برضو الناقله والكلام ده كله. ده خدمه تقدم للمعلمين، ومش بس المره دي، احنا هنكررها تاني ان شاء الله. وفي نفس الوقت احنا بننظم الكلام ده لكم ولاسركم ايضا في اجازه نص السنه بنفس برضو التخفيضات اللي برضو منحتها لنا وزاره السياحه والجهات الناقله سواء وزاره النقل او غيرها. فانتم هذه الفرصه متاحه لكم. بنستهدف حوالي من 4000 الى 5000 في يوم الخميس والجمعه او الجمعه والسبت اللي جايين، لكن هنكرر المساله ديت ان شاء الله لكم في اجازه نص السنه ولاسركم. وايضا عندنا وفد من الطلاب هيطلع 200 طالب، ثم هيت لهم بقى وفود اخرى ايضا بالنسبه للطلاب. لتشجيع السياحه الداخليه. طيب بعدين تسالي التفاصيل. طيب خلوني بس موجود مع وزاره الشباب. خلوني اشكر معالي الوزير، شكرا جزيلا الدكتور الهلال الشربيني وزير التربيه والتعليم على وقتك وعلى سعه صدرك، ونتمنى نشوفك في البيت بيتك في لقاءات لاحقه باذن الله.